الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. عكسب سنيه الأسواق سوققي التي كانت في الجاهلية حلق الجاهلية الإسلام ككهر سوقق الاستعمار جري قالوا أي وحكوك لقذن جرتي سوقق أس وفتبايع بها أي وحكوك لقتين الناس ضدكو في الإسلام إسلام كالحديثة يعني سوقق أي قالوا ليهين المسلمين تبقى قذن كران بيع يوسي قذن شضا يشراها وحل إيراهذو معاملات كاس مسلمي قال بويد أحمر كران وحبدي بعد تعملها كريئة شريعة وحيها بيسي أو تهدي بيسي أو إلى ليسي بيع شروطي سا اللي شردي إلا إلى ليه لقد دورة وحيارها محرمات كا هذه أو نرغشي يا خيامة يا الربا وحيارها بيوعد حرمتها وأين ماشي كجرين أصلها بيعوا وعبنايا هاي مسلم يقال لو أي تعاملي كران سوق قوضنا وحوالا قدن كران وحي قدن ايانا مبالا فيرين ايا وحا شرعي انا دي حرمي هلف دوفار بو قدا خمرو قدا قال كي مثلا حرير بو رقي اي استعمال ايان دهب كبار رقي قدن ايا واستعمال ايا حيالا شرعي عدن نوادي دي لكن وحي بنان ومعاملة ده هج سوق قوضا هاتيا ايا ايقا نفتر قوضا سيد توصل لغا تعاملة هاتيا با انت بقى تمالي رسولك عليه الصلاة والسلام وكين كي قال لها مشرقها كقتي رسولك نيف أريو كقتي عليه الصلاة والسلام نيف أريو كيب سدي متكلنا وكدين سدي كراشين هررتي سو يعدي سو كان سدي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وعمرها مركب حرباتها مالها. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا صفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي عن عمر بن دينار عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب سنة هو مسلسل المكيين غير مكوي رضي الله عنهم عنهما قال عبد الله بن عباس وحيري كانت عكاظ وحوها يو مجنة ماشى مجنة اللي يرى هذا وذو المجاز يذو المجاز وسد حمل أسواقا سوق بها في الجاهلية جاهلية وحي إسلام كور ريبة جاهلية اللي يرى هذا سوق أي دتك وحكوك لقتان بأنجرت. فلما كان الإسلام مركو إسلام كيماضي تعثموا وحي الدنب أواركين من التجارة إن لقب عشر يستو فيها سوق قاسي فأنزل الله إلهي باو حسود وشيي ليس عليكم جناح كركي إن واحد دنبها ما هان في مواسم الحج حجك أو قادي سيح اللي يسي كلن كيسا إن أضحك لقراتان أن تبتقوا فضلا من ربكم. قرأ ابن عباس با كذا ساو أخريي في مواسم الحج بو أخريي قرش هذا ويان لكن معنا هنا وتفسير يهي وعلو عمل فرايا وعلو نغمايا لأنه مركا ويرتهي وتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواسع من الحج مركا إن سوقق وذي وحلقا قطو واللقي يبسدو سوقنا ويوهيت مالاش عارتا إيا قبايدا إيا وحا إصناف صدانا ويان جرت قبايدي إيا وحياليها إصناف سنجرين وحبادي با تمارا إن لسوق قوريو واللقا الشاكيستو ومركا قارن لسحسوسيو ووحي خلط هانا للي يابو لإنكرو وحي وناغنا لقا قط نبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مركز صلاة السبع وتوكذا أي السحابة سوحوني جري وسوقا بلي جري رياضي وحاسويدين جري مركا قاركود واسكلاشة كيسان جري سحابة مركا سوحي كاشة كيسان جري وحياليه جاهلية دعاي مساجد الحز يلوشة كيسان ايا مركا سيفا ياضح حكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وقسل ايا وحي صامرين سوقاق وذا كبيع عبادات كودية دقوصات كوحي سبينا ينكدع جري المعاملات إذا كان حماها وحي بلغشة كيسنا يا مركز يقص الله يانو إدادنا يان نبي قنوى موسى جري صلى الله عليه وآله وسلم ما ينكرين إبا تمالي مركز تاسو كلاويان أو بيعي يشريه يمعاملات إنو حبر المالي بابو الشراء الإبلي وحكو سابسان يا إجيل إن لا يبسدو الهيم الشراء الإبلي الهيم جيل عذر كهي هيام كليرا دقبة أو الأجربي أما أجرب كأه أجرم كرا وحويان وعبده مرك اللبضاسي واللب الشيء يميه وشيء يلازم كيسي شيء إيو أثر أثرتي سي ثمرتي سوي الأجرب كأصله أو مجع
عذر كاسي مركو كده عجيل عبده وكده عه وشيت كي وحنون كقبته وحكده لنا يا كلل نفتو أكلوا لنا يا أم بضم بكده لنا يا هويان بكده عمرك هنقول يوسف بيها وانتو عبوا 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 ونكدر جينن إلى على قبته مين إلى قبته عليه مين بيها سوس كوه ضو أوس كوه ضو ينكدر جينن بقى مركا عذر ناس هويان كا يا كده عايا مركا جيل نوع عاصه عذر كا جلي وانتو عبده عاصه كده عذي أجرب كاس وكو دعي قاركادو عليين وحالا مرين جيري بالي رادو قطران او دامر بالا مريني حرارة دي مركة دامر كاس ايو حدد دي او قده كجير تاكولي الكاس وحو كيني ان بيه بدن اي عبان يكاد على نيس مركة الهيم جيد مارت جيد هيام كاقبا فشاربونا شرب الهيم وكو الهي الله سبحانه وتعالى جيل عذر كا قد دعي ون ارقين او كالسيسي وعبايان جيلا سي او الله كالقات وحكا وضع مصنف كا وحالك يبسر اي عيب تاليه hadii aabti la isku sheego oo qofkii mushtariga ah ay soo gadanay asagoo koob oo sidaa ku raadli noqdo saxal bayacu bayci waa saxaya saasay ku kala gadan karaan waxa dhibaato male hadii la isku sheegi waayo oo loo qariyana lil mushtari al khiyar qofkii mushtariga ah soo gatay wuxuu leeyahay khiyar buu leeyahay waxa ka noqon kara waa iska celin kara way u banaantahay al haim al mukhalif lil qasd maqsuudki waxa khilaafsan oo dhanba la dhaafi kulli shay shay walbaba مقصود كيسية أصل كيسية صدي وراك سلال خلافة يا هايم لي هذا مالك إن هايم كاسي هايم كأو هايم تكسر بحينا وعسوايا ويكال الدوين بيلين اشتقاق اللبض على اللفظي حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا صفيان ابن عيينة قال أخبر قال وحجر قال عمر عمر با وحجر عمر ابن الدينار وياني كان وحوا هنا ميشا رجل نبا جوجر اسمه مقعيس النواس النواس لي رادو النواس لي رادو جوجري وكانت عنده أكتيسة إبل جيل بولها جيل كاسو هي من عذر كاس قباه عدد إيو بيها وكدر جين قباه فذهب ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آيات تغي سوق بآذي فاشترى وحصوقة تلك الإبلة جيل كاس عذر كاس قباه أيو صائب سذي من شريك لنا الشركة ليه الشركة يهين له نواسكي نواس كاس ابن سمعان لنا يقرأ أي مارت الشركة يهين وجيل كاس الله هاين ايو انتو اتو كسو قط نواس كسو كسو ابسر ايا عبد الله بن عمر كسو قدن ايا نواس كو ابن عمر ما يقانو ابن السمعان كو صحابي بهاي وامد كالي مركا نواس نواس انه شتكد يهين عبد الله بن عمر كسو قدن ايا فجاء اليه وحا ايمد جاء اليه شريكه شريكي سبا ايمد كي وحق قطي شريك ابن نواس اوها ايا نواس كو ايماضي فقال وحكيري بعنا وحامان تقدني تلك الابلة قالي وان ابني فقال وحير النواس من من بعتها يا تقدي فقال وحير من شيخ كذا وكذا من شيخ وصداي صداي سات المامو شيخي فقال واقرت مركا النواس ننكا انو يا ابن عمر نافك عبايساني قيلة عبتا قبل عبدا قبل لقاقذي فقال مركا سحير ويحك ايوير وعنانت ورنك ارمي ذاك والله ما قلنا ارتا ابن عمر وي وعبد الله ابن عمر فقيه كي سحابة محدف كي سحابة عالم كي سحابة ويا رضي الله عنه وارضاه فجاءه بركاس ويبت نواصو مركا اردى يا عبد الله بن عمر ويبت فقال وحكوية سوء عرداراني ان الشريكين نكا الشركة هين يا باعك ايميلا جيل كاقضي هياما عذركا هيامكا قبايا قريوقا ولم يعرفك كلانا قرنين انا ذاك تاينا كبا قونين فقال وحيري فاستقها بركا كحيسادي هداد جيل عرديسان وعذر قبايا قدين جيلي وكاسا كحيسوير قال وحيري قال ذا وحاوت عمر ابن الدينار فلما ذهب مركو دمعي او تغي نواس يستاق واجيل ينو ركتو عشدو فقال ابن عمر بها وحجري دعا اسكته سدراك وكسو نقضي وحجري اسكتناف رضينا وحق رالد كنهي بقضاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه النبي قال رالد كنهي جيل كان عذر كيسا ايو مار تجرر وقبه جيل كان كدر لها انو وحبب نبينين قضيه النبي عليه السلام وها لا عدوى ايان انا يقرال لكوا هاي بيوري لا عدوى عذر لسكو تلابه او لسكو قدبيه يا عذر الله لسكوت بيا ما جرتوا أيه الرسول كي رسال الله عليه وسلم كسر رأي لكوا هاي سكدافير هل كسر وين مركب مسلم فكحو دريشنا أيه جير عذر كقابي قفك جذنا أيه هدي الله شجعه أو رأي لكل نقضه وحنا بعتينا اللهي وبيع وصحي لكن هدا الله شجعن وصلا وجهك كان لقفه ما أيه أرد كحيسوير هدا بدي شجعن كحيزو مركب مركب دم بيع يبيع ودعيب ولا نش شجعي مركب هدا رأي لكل نقضه نبيع وصحي هدو ديدنا خيار بوله معنا وانتهون لا عدوى حديث كاسنا دي وحالو دليشة ده مسألة ده كسها بسر أمراض إيا عذر رضا إيا اسمارينتا عذر رضا
لا عدوى ذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إيو وحاسكه ريمانا يا حديث كره أو النبي يفر من المجذوم كما تفر من الأسد إيو لا تورد المصح بالممرض جيل جرن يا جيل عافي ماسن إسكو وضيع الوأر رينين إيو نيك جودان كقبل إسكا عرر سال نبح وضع عرر لهذا وضع عرر حديث تاسا يدنا جرته حديث تاسا يدنا جرته إيو وليبا حديث تكو صابصا طاعون كي يعذر رضا فافا إيه في صباح الويرة العذر رضا فافا ساسي بقول نعم با يعني إنا فافا بلا قرنا يا وكي النبي عليه السلام يري هدي عذر طاعون لرا أو مقالة كردعو مقالة ذا هجرنا إذن كي نقول نعينا هبحينا وكارنتيل كارنتيل وي عذر رضا سإنا إسفافيا لدي دي هاي مركا اسماء في رايان الدلة ذا مركا لقاها الله الدلة المعتعارض عليها نصوص تا إسعار دي ظاهر كوضا أيا لوسو ميثاشة ذا لوضها نص يا الدلة ذا سالة سوقاتها جمع مركا صورة قال هو وحاويان وحي آمين الجرين عذر كسيدي سبا إنو إليه هاي سامين إياه أود يا قدرة وإنتو كبح وقفك لكو قلو ما شاب مين سوى قرين جرين بقدرة الله إيا إلهي قضيه إيسا إيا إلهي باكدن بأي إيا إلهي أمورتي إيسا مين سوى قرين جرين قدر الله بان ما يستعوض ولذلك حتى هذه الأسلاح مارو تذكر نمتا مان مهيان قارون بعد من هرقب كي قمضوا بكل دعايا كي أكفر يانا كل دعيم هايو مركز سبب تايا لا مصبب بلا ذاي مصبب إيا سبب باجرة سادر تيت وحاويان سبب ويتهاي لكن هذا مع ذلك قدرة الله بكدر بيس سبحانه وتعالى سبب تايا لكن إن لقد أورصده وتحدر لقاته أيضا لفتك إذا قدر كهوري مان ميس قدر كهوري مان ميس أوه أعقلها وتوكل على الله وكله جنبي عليه الصلاة والسلام هش هذا انت دبرته وقال كذا كل حلته إلهنا التلصار سبب ترى الله يمو قدر الله يتوكل كيزر كجر تاسو كلويان سمع سفيان عمرا سفيان وحوم مغلي عمر بو مغلي رواية الله علي بن مدين وحوليه قال قال عمر قال قال عمر تندمر وحوكوله سمع سفيان عمرا مالك وحوكو شيء ربا إن قال دون أي تهي لغا فهمي كاره وحلغا فهمي كاره إنو كم مغل إنو كم مغل بلغا فهمي كاره لكن مذاكرة إيه مركي شيخ وحكاكا قادان أولي الله وفرنية إيه شيخ وحضلقه أن درسي مركي على سكوب ديارينين قال إيه سكادهان مركي لكن درسي أوي هاي ولا دقي سنة إيه سمع بالدها سمع سفيان عمرا وأكم مغلي إيه قال الله سشكي ينكو قلينين تدليس باشي إنو كجيرو شيخ لا كجيرو يضو ملايينين سمع هو أكم مغلي وحادثة لا فهم إيه بيع شيء معيب كهي لقاتي هديو بايعو وعضي مشتريقة ونقال لكل نقضة إنه أصحيص حقا لغا فهمايا قفك وين علوم هذا اضايق محوها امامك انا يبنانت حاجدي سيدني سنوقمه وسوق وحقق الطوء ويبسده وكي رسولك صلى الله عليه وسلم وصدا ياري وحالا قادنا يا ظلمي نوع كستوه هذا من لغفك هذا يقفك وستوه هذا لا سيما الرجل الصالح قفك صالح وناكسا الا الظلمي وكسي حق جراه وكسي حق جراه تقدر تدبو النواة صار دي وقال ابن عمر با ظلمي سي ايو يري بابو حكو ساب سيئة بيع السلاحي سلاحة يهبك إن لقط في الفتنة حلها فتنت إيا وغيرها غير كيد حون كيدهم حوية حل فتنة يجرته هبك ملك لقضان كرا مثلا ربا قبيل بايسكو تاغن هبا يسكو الرسلين وقلوا بمبيل بياد ريبال هبا يدونتي وعلى مقرأ ريبال هبا يدونتي كون مسلمين يهبك لا أدونا معي ركسوا قضان عيان وأنا الأقيا الريبال إن يسكو لحسنيهين ما لقى يبسن كرا ما يقلقى قضان كرا عيسوه قليسا تعاون على الإثم والعدوان إلهي نقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عداوات إيه عليتن إيه الدنبي هاي سكوه كالمينينا وإيه لغا ديد الجوجيا وهم كلاك قادن لغا قادن ايا وحا الله روحي تعاون سوكرا يا الله ميدا وعداد اكتا يقفك راساقا إنو الشيقا ناساقا قريبا الليه داي قريبا عداد كاكرا يسو إنو دعارا إيه معاسي إيه زيري إيه كوسامين ايا اكتا أنا كرا دا ما قادن اترى هذا ما هاي المنكر بماشا كوسامين ايا وانا تلاري داف عداد منكر إيه معاسي كوسامين ايه زيري كوسامين ايه أما خمرة كوسامين ايه خمرة لو عباية حرام ويا إذا في قولي قول هذا ما قادر حرام عد أنا كوا تعامل شما قال كاس والله تعاملي ما دام أنا وح عد أو حرام مك هذا الكوهين لكن كي مسلم كايا كي قال كابا حرام هذا كوسا مين أنا شيء الله هيد أنا كوا تعاون تؤسها شو ما بنام ما بنام قال يا الله هيد وهذا ركتاه كوم مقطع إنقاط كل قط الظلاي أو القر راي أو كذي يقر رساري أو أصلا قر راي أي على تكوم مقطع ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بيسوق ريسا تسوق ريسا بيرت الله هيد بالأقتهي إن تفاحاً إيه ببايقاً إيه عمبان شركة خم رسم إيه كاقضان أيام بدكت وسي أوضان أي فكتوري مصنع يكوشو بعيان واتقران إيسا أيوه خم رئيسان ندكت البنو وسو حلين أيه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بيسوق إيسا رماها مركوا السلاسوي لكن هدي حل أن فتناء أنجرين هبك هذا أقفك لكي يبسو مركوا أحمد باتا مالوي وكريها عمران بن حسين وحونا عيبيعه سلاحة يهبك إن لقضه
في الفتنة في زمن الفتنة حلقة في تنتا أي ساعته وهم كرسا عناصر إجرامية أي قدر نيس ذاتك كل لاين عيار كود لاين أما قبيل بيسكود لاين أما أفكار كله كود لاين إن لقي إبيه ما بنان عديد كرسا أثرت ابن عمران عمرانا ابن عدي ابن عدي بوسليه في الكامل موصولة سواه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى بقتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال صحابي جليل كوي الربعي بن حارث خرجنا ومعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين سنة كي حنين سنة كي سديدات بيد عضي بعد فتح مكة ولكن مكلا فرت كدب حنين لآذي ولمن هو وزير اللي يرى الآب وخطرها بالله لدك على مي لقنا أتكلم كده مغرمة فربضان يحوال بضان بلغة صهلي فبعت الدرع درعي ودرع معروف اللي يقان مركي صحابة يا هو وزير اللي يسكون دعين صحابة مركو ورحوك دك دك علي مكلا قير أتكالي ويسوى شبين كدب دب الله عربي النبي عليه الصلاة والسلام بعد نواقي حسوسيي بلنتي يشيس كأي قلين ما أوي أصحاب شجرة بي شجرة الرضوان لمن كي بلنت كو قاد إنا إنتان مو إنا عرين أوي مركز يدب صلى الله عليه وسلم يالا بيك يالا بيك يوالي فكأن عطفتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عطفة البقري في أولادها ساسو حديث كوكوا يعني الناف جاء الله وإلمه وتيو قدال كان واقي كسو الله بتاوك الإنسارحة سلامركي بوي سوق الدومين غلبتي يا نصر يا جوشي بايهرين نبي قال عليه الصلاه والسلام انت قرور قاضي بكد هذه وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى شاهت الوجوه ان ذلك قش قرور حرم ما داك غلي غلبتي مركه بس مسلمين تي اي غنيمه ولغود با انا هلين اي غانت كو دغن ما خا جيله ما خا لعقه ما خا دد انتو مركه ايو سوداي جبكه او سوداي يا نين صحابده كميدها ابو قتاده انه اردايه او عركه كجره يا وحو اركه نين صحابده كميدو نين قال كركه صارن نين قال كركه صارن oo karka karka tumaaya safetyisu markii gadaalka ka dhuftey halka luqunta ku dhuftey oo ku soo gadoomay asagoo qataadaaba lagu dhagay markii damana naftiiba gaalka qabtay waa dhintay nabiga kaleey salaam markii dambe guusha la helay buu geed tusku u arumi saxaabadii buu khutbay man qatala qatilan kana lahu bayna falahu salbu salbkiisu wala falahu salbu ninki qof dilay balana oo maqraati cadayn oo haysta cadayn oo haysta wixii qofka uu dilay wuu taxsaa iskale qariimada lagu dareemay la qaybsanay asaga gaar loo siiyay أبو قتادة وكيك عي أو يريا مراتي النقطة إلى مراتي مركز المجرين نين كلا ألبتي نين كفرتي وما شاف ديو ألبتي سك عنتك وايبال درع قارية ودرع برادة أيوه هيستا وأستك وايستا مركز لباد بيستاجي مركز دحاد مركز دمونا بعلي السلام يرمح هذا عي مركز نين بندلاي أو ألبتي سينا أنا فرانين إسكسو تجاي نين كلا فرتي وعن ربع نين كلا جسي ألبتي دي مراتي ده مركز ما هي كي لفت الكيسية مراتي كعي أو يروارنتي أنا ألبتي كوا ساقة تصافرتي نبى الله إذا إذا ما رتى مسرح وإذا رأى اللي جري وألبتي يعني إذا قاضين مركي دبوا على قاضي ونن كلها بالسيا بقتادة مركي حوليه فبيعت الدرع درع سجى براتك أيان دبوا قاضي فبتعت به وحن قصوا يبسد العبتيسي مخرفر بير بيرجيرودة بستان في بني سليمة لما كريب بني سليمة غير عن صارين المدينة دكان بيرود ووين بير كم ذا يعني درع قط درع قاروها مركي أنتو يبسد العبتيسي وحن قصوا قطعي هي بنو سليمة يكاجة بير أنت ويشاهدك فبتعتو إن ما كان لجذي كرا الدرع درع وكميديا سلاحة يهوبكو كميديا وهوبك وحالي دجالك لسكيد يارنا يه لسكيد دفاعي وعليه فإنه درع عاسي لأول مال وحالي وجوه الرجيم وتأثلته عن كون كي في الإسلام إسلام رئيس تأثلته في الإسلام إسلام كده حديث حالي وجوه الرجيم كون كي أيها هاير تأثلك وحالي رأسل مالك حالا ما كان بلاب اسمه بكذا جدا هل قالين الله صدق دي oo ku dhalashay ku tartay xawdhaaya firtii oo firtii neeb firkaas weeyaan xoolaha neeb halkaas ka soo jeedaan ayaad maqleysaa naxam xawo shirimaha meel keenaysa alaabad garatay lagu siiyay dhaxal baad heshay halkaas xoolaha ka soo jeeda faraha badan marka dambe intaas dhalalay marka taasul baa leeyahay xoolaha meeshan ka unkay ka bilaabay diracaas ka soo jeedaan buule beertii bugada iyo ku gatay beertii badan xoola kale ayuu ka sii tabxay baabu wuxuu ku saabsan yahay fil attar ninka cadirraha cadirka ka shaqeeyay يا وبيع المسكي مسكي إلا قد يكره يعني وحيالا مهنتا يا شقوي يكسوها الله يا إمام بخاري رحمه الله تعالى وحاكمينه وحيالا لغا شقي يستو عدر كاكمينه وبنان تغفق إنه عدر إبسده بيع المسكي بقى سير سوقلي مسكي قاوحه وعط في عدرك ومن باب عطف الخاص على العامي كل مسك عدر وليس كل عدر مسك مسكي كست عدر ما حمد جيدا مسكي والبوا عدر عدر كست مسكي ما مسكي هو النوع ما دقار ويان وعليه وحي كسو جيدا حيوان كدور جوكتا mid kamida oo baasha la yiraahdo eelada bagarnuugta oo kale ayaa halka xudunta ya dhaawac iyo nambar ku yeelanaysa nambarka asaga ay muddo badan bay wadanaysa marka dambe uu bislaado
يجي استحالة مرك شيء نجاسة ودم يقيح ملحة ملحة كذا جدًا يديك لما ذو نجاس لكن مرك يسكب بده شيء مسكي وأبي بطيبة وحاول تروح وقفي عنا حلال بنا مرك حلال بنا سمعت وشيء نجاسة أو استحالة سمي ها وحنا هذا أكرمكم الله وعيالنا هذا بارعات كيو سوجيها كيو بيها هذا مرت دريرة يقش كيو استحالة مرك قارقط بيك بدن بالو شوية aya dadka kale intiga la fariitaraayo la kala miiro la kala habeeyo maadadii maartay dadka dibeysay baaray laga saaro wixii uu saaqay suura laga bixiyo oo laga jeeyay marka dambe ayuu mucallab ah oo shoola ku jira dibuula cabaaya dibuula cabaaya aan oo istihaala ayay noqon khamradii laftirkeedii oo mulkhabaadkeed ba takhallul ku dhacayo qalbay noqon qalbay noqon markaas waxay noqonaysa shay la cabi karo la isticmaali karo ay noqon istihaala weeyaan marka miskigaasi haduu halkaaba gaaro asagoo qayxiisi asalkiisa loo celinayo هو عجر أشياء أصل كوضو حرامها من جزها كدي من مركز مظاهر نغضي أي عجره حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد بن الزياد قال حدثنا أبو بردة بن بريدة أبو بردة وابن بريدة بن عبد الله بريدة بن عبد الله قال وحول سمعت أبو بردة عن مغلي أبو بردة بن بريد وحولي هاي أبو بردة عن مغلي أبو بردة ابن أبي موسى قال سمعت وحام مغلي أبا بردة بن أبي موسى أنا أبي يسوك ورناي أبو موسى الأشعري وياني أكام حاني قرن حدثنا عبد الواحد يكورناي حدثنا أبو بردة بن عبد الله ميا قال حدثنا قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى والله ما مركز أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس صالح قف كوانا أكسن أولا لفريستو جليس لقدكتو أولا لفريستو والجليس السوي متك حن ولا فريستو دتك كمثال صاحب المسك مسك النين وصاحبه وعذر يودجون يبرافون يبسده إياه وكير الحدات براها متك بوفية بوفين لها لا بد عسى قراء ولا لك لا فريستي إلا كلام ذيهم صالح يا صالح لا يعدمك هذا ولا بد عسى بل دب أقول نقه لا يعدمك كواي ميسد من صاحب المسك متك مسك أو صاحبك يبرافون كي عذر ما أنتوا نشوشوا أي مشا فديها كواي ميسد وحفا إذية خيرة إما أن تشتريه بإنا كجرة طبق ومرك هذه مع طبق كل قرح صناعته كل تجونات النوع كم يضغط كيف بسته أو تجدون هذا الشريحة وذو قيسي انتهى الفرد دوسة عن سعادة سنكك على دعضه أو أتكبر فائز زيته لبدا بوهيري كرتائنو سكاك السينا وليع كرتائنو صاحبهان إحسان كوسي سد حلاس بوجهته وإما أن يعضيك وكيت فإذا الآن مرك من نقريس وكيل الحداد نكبراها بوفية هذا أكفر إساتنا يحرق وحقوب بيتك قريقادي هذا درس لنا قط أقدكته قولي بوكاس أو كعبايا أو ثبك مرض عادي بوكعبيا أنت الأكفر إذا وح وطورة يدم بلهد يمارة السجدي يقيق كعاية يدمبسكي نحلا سعتي بقولي على وروهين مرض هذا دلشان بعارك أو تجد مين وحال ذلك أنت الأكفر هذا كم بعده ريح نور خبيثة تنقربون أو برتاعي وحال مرة الحن كعلى قراعي الجبايي وحال الشيرايي جيس كعي وحال الجباي وحاسة سلا أوراية صور مركا ياه بدل كبايني قرنيا بيتك واي قرن مركا هذا درس تيوه بيتك هذا ديك بدنك بدنك وصحة أكفر دوي جريس بلقاه الله يحرق بدنك أو ثوبك ترى كده مدينه كسح سيء أو تجد منه ريحا خبيثة مركا دتك وناكسني دتك حنحن وصاصه كله دتك في عنا صاحب كده قطه آخر يدون بق وتقول لي بان الدون كوحي خبراء عقل وناك إيو في عني الدونه وهي علم بقوس شيء جاية من وناكسنا الله صاحب تود معلي صلى الله قادم يا لقيا بابا إنه ما أنت صو مشاريعه وتكفى إذا يسن لهد إنه فرت كاجلي أو كوت المامو وتكفى إذا استعدي عقرت درادي صوح كوشة كريه بلقيا بابا ينام ولا كوب قدم آخرنا هدي وناجي يا عبادة ذي يطاع ذي الرضا الله يوحي وناجا ونبو كوسه جابين وكوسه جيد ما قاني وناكسن وصبو نقطة دفي في عنين وكيره أو وناجي يا ملا وناكسن وصبو أو نقطة وصلاها وكوسه حلو وعبادة كوسه حلو وعلمه كوسه حلو جريس صالح والله كحنا هذا ما يحنا بكل هذا لانك حن بكل هذه وحن معنا الدنيا آخرة لهم ومر بالبلح كوك قلنا يا لبعتي كوت هاي مركز سيدة سونا بيكوش بهاي صلى الله عليه وآله وسلم مركز وحاول ينضرب الأمثال لفهم العلوم إن علم وفهم كيسا مثال يتصال مركز قار نبي عليه الصلاة والسلام أدو أليك سجري صلى الله عليه وآله وسلم نعم باب ذكر الحجام تنا قدام بيسي مهنتي وحيالي من هنا شقوينك حجام قدام بيسي لأنه ومهنا لسكوها يستبع وحران يحران ما
marka ugu yartaa waxa weeyaan waa shaqo hoose toobink iyo toobinli haddana abdullah bin yusuf akhbarana malik bin anas an humayd an anas bin malik radiyallahu anhu qaal hajama abu taybata ninki abu taybaha ee mawlaha ya wuxuu adoon buhay wuxuu toobay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam bu toobay fa amara lahu nabiga wuxuu u amray in la siiyo bisaa'in suus min tamrin timira wa amara ahlahu reerkiisana wuxuu amray adoonka dadkii lahaa an yukhaffifu inay ka fududeeyaan min kharaji kharajka iyo shaqada uu maalin wax soo saarka kharajka wax soo saarka wax soo saarka tiraadan inta soo saar maalin walbo ka fududeeyo ka fududeeyo ha kharaj waxa la yiraahdaa adoonka waxa la yeeli adoon yahow inta maanta keen an inta zakar raba sida dadka la ijaarto kale tuktuka soomaarkin iyo boodhboodhaha iyo waxyaalahan muxuu ahaa baasha bajaajka la yiraahdo waa waxa la kun shil iska keen maalintii ha waxay soo saartaa baasha inta kale abaa iska leh ayaa la dhihi adoomadan saas kale la dhihi jiray oo intaa keen wixii ka soo dheeraada intaas toban dirham ama hal dirham wixii ka dheeraada abaa iska leh marka wax culays oo qofkiiba uuna keeni karin wuxuu soo haariba aysan jirin ha saarina wey ha saarina ka fududeeya ha qofka iyo sancadiisa iyo xirfadiisa iyo aqoontiisa iyo suuq u helaya inay ku xiranta walidaalika abu lulu almajusi ninka la dhihi jiray abu lulu almajusi ee dilay cumar bin khadaab cumar bin khadaab radiyallahu anhu ninkii dilay wey muqiira bin shucba iska lahaa nin farsama yaqaana oo xagga sancada iyo farsamada ku ba-an buu ahaa wax badan buu maalintii soo saari jiray dhaqaala markaasa cumar radiyallahu anhu wuxuu yidhi meeqaad kharaaj oo meeqaad maalinta soo saartaa in badan buu sheegay shaqadu qabto dhan buu sheegay intaa shaqaan qabtaa buu yidhi markaasu wuxuu yidhi meeqaana laga qaadaa kharaaj laba dirham buu yidhi waa yartahay buu yidhi waa yartahaydii buu cumar radiyallahu anhu u dhintay kharaajka uu ku saaray muqiire iyo wax soo saarkana ismaleh waxaa soo saaraysa ka badan tiiba marka yuu ninkaasa markiiba xiqdi qaaday oo yidhi waa aniga adiga wey bale xataa hadal sarbeeba ayuu ku hadlay waxaama samayn karaa buu yidhi bahal seef oo laba afleh yaama samayn karaa buu yidhi cumar waa gartay radiyallahu canhu ninkaas waa igodiibir waa kii marka dambena dilay marka kharaaj baa la yidhaahdaa nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi ehelkii ninkan abu taybaa ka fududeeya wax soo saarka aad tiraahdeen intaa soo saar ka fududeeya culayskaasa saarina saasuu ku yidhi nabiga sallallahu calayhi wasalam waxaa loo daliishanaya waxaa weeyaan ninkii xajaamka ahaa nabiga calayhi salaam u durusiiyey ibn cabaas wuxuu leeyahay haddaynan xalaal ahayn ujrada xajaamadu oo ayna xalaal ahayn oo xaraam ay tahay nabiga muuna siiyen lannahu tacaawun cala alithmi waalcudwaan bay soo gelaysaa nabiga waa siiyey laakiin dhanka kale marka laga fiiriyo waa shaqo hooseysa wey xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi thamanu alxajaami khabiif ayuu ku tilmaamay sal allahu alayh wasalam laakiin khabiifka maxaan soo sheegnay hadda ka hor inuu laba macnoba keeni karo khabiif bimacnaa shay dani oo xaqiir oo hooseeya shaqo laga fiican yahay oo khiyaarta ku fiicnayn maadaama waxay samayn jireen way soo nuugi jireen dhiigga waagi hore saasay isticmaali jireen intii waa la saaraa bahal gees lagu soo nuugaya marka afkaaba laga yaba inu ka galo min huna qaala calayhi salaatu wasalaam afdar alxaajim waalmaxjuub khabiif kala jiro ah bimacnaa alxaraam saa darteed nabiga calayhi salaam xadiid isku cadfay khabiif oo loola jeedo waa laga fiican yahay iyo khabiif loola jeedo bimacnaa xaraam wey mahru albaqyi khabiif buu yidhi maxaa laga wadaa xaraam wey waxulwaanu lkaahini khabiif buu yidhi maxaa laga wadaa waa xaraam baa laga wadaa wakasbu lxajaami khabiif maxaa laga wadaa dani waxaa keenaya oo saarifka keenaya xaaraanimo ka leexinaya acdaa alxajaama ajra rasuulka calayhi salaam xajaamka muxuu siiyey ujradiisi buu siiyey walidaalika ibnu cabaas waa ka radiyallahu canhu wuxuu ku leeyahay hadalka soo socda dadana musadda xadadana khaalid bnu cabdillaahi qaal xadadana khaalid khaalid bin mihraan wey an cikrima can ibni cabaasi radiallahu canhuma qaal ixtajama nabiyu sal slam waaxda aladii xajama kii toobay buu wax siiyey walow kaana xaraaman oka fiqiga ibn cabaas istidlaal baa la dhahaa waxaana waa istinbaadkii iyo istidlaalkii walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan lahaa lam yucdihi muuna siiyeen waa shay macruuf ah shay xaraama qof intuu kuu qabto inaad ujra ku siiso ma banaa islaantii maaragtay baqyigii aheed waxeed waxaa la yihi waa khabiif baa xulwaanulkaahinkii waxaa la yihi waxiis waa khabiif nabiga waa siiyey xajaamkii waxay garanaysa marka ina ka duwan tahay oo xaraam unan ahayn taasay tusaysa laakiin waa shaqo laga fiican yahay walidaalika shaqooyinka uu soo tirinayay imaam bukhaari cashiradeena hore soo maray kana hadda u dambeeyey waxa u dambeeye waxa way asl waa ujrat xajaam xajaamka u dambeysiiyey marka waa beyna beyna wey dhinacna khabiif buu ka yahay waa dani dhinacna hadda waxa weeyaan waa iska banaan tahay wey waa xalaal wey baabu tijaara tijaaradii buu ku saabsan yahay fiimaa wax laga tijaaraysto yukrahu lanaco lubsu xidhashadiisa lirijaali rag iyo wanisa haweenki wax rag iyo haween inay isticmaalaan ay laga fiican yahay ama lanacayba ama xaraama in laga tijaaraysto ma banaana wixii haweenka u banaan laakiin ragga ka xaraamase waa banaan tahay inaad iibsato odawaan ka gadato xadathanaa aadam bin abi iyaas
قال حدثنا شعب بن حجاج قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه عمر بوح أدري بحلة حرير اسكو جوغ حريرة حلة وحال الله وحال مر نقول لبسته يا حلة لي هذا شاري سروال اسكو مضبا اسكو تاقا مثلا خميس عمر اسكو تاقا حلة لي هذا شاري معوس اسكو جوغ بوح أدري حريرة أو سيراء مضب كاس سيراها له مضب خطوط يا مضبي لهيد وحريرتيون فرآها عليه نبي أبو وحو أركي عمر عليه كركيسة أيو كأركي حريرتي اللي قال الاسكسي يبو أمر أينو حد اللي يجري فرآها عليه فقال حرير إني لم أرسل بدر بها حريرتا إليك هذه اللي تلبسها إنا حرته إنما يلبسها وحايد من لا خلاق الله هذا النصيب كله هين آخر أي حريرتا حد الرقة إنما بعثه وحنصه الدري إليك هذه اللي تستمتع إن الاستعماشات كانتفاع سته بها حريرتا انتفاع سته يعني تبيعنا إبسته استمتاع وحوة ذا انتفاع إن الانتفاع سته وهذا إن حريرتا كلا انتفاع ما وهذا قلن قرتها سوق قد جزا قرتها حريرتي هذه محرانة إذا رجل محرانة هوين بحرانة هوين كحرانة ها صحبة نباتها أمالي طيب مركا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصاره الرواية سيدة مشهور كا عمر وكيم مرضي نبي عليه السلام مركا ورؤو يرينيك عدارة الليجرة عدارة التميمي نبي الله ما قدرتك نبي عليه السلام حجر يلبسه ما الله خلاق له رواية لا ساعت مركي دمر وأوها ذي عمر مركا مونا حرانين السوق والبهار سمو نبي قوي يمده وحجري مركي حريرتها مركا نكوسوا هذي أنكو إلي قضاء وحاطر دادا النصيب آخر كلهم بحدة أنا رواية صدرتها واسه مركا سوق نبي عليه السلام من انتفاع سطوء ضدك على سيسا نكوسي مركا ولا الكيس أو مكجوه أيو هذي أو قدري أما علي نكا حدي علي رضي الله عنه رضي مشوركا علي ما حدي نبي عليه الصلاة والسلام مركا سوق انكري او يرماسه وحان كوغو سو ديره ان استعمالشو روايه كره لتلبسها الفواطم ان اسي فاطمهينكي صدح فاطمه علي غورغيسا كنولا فاطمه بنت اسد او هويديسا اي فاطمه بنت رسول الله او غبدي وقبي زوجتي النبي غبدي النبي اي زوجتيسا علي اهد النبي غو دري عليه السلام اي فاطمه بنت حمزه او سيره مارته ادرك حمزه او دلاي او لا جوجتي مركا فاطمه سي بان كو يان ربينا سيزه ان اي حرته ما هين مركا تجارة لكن وبنانتا حريرتا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت وحيوة الرنتي قاسم أنها اشترت إنها صقرت نمرقة فيها تصاوير هرقد ونمرقة هرقد أو باشا الورتو بركيما لك شضو أي صقرت تصاوير له فلما رآها الرسول الله مركو النبي عليه السلام وصفركم مغنى أيضا سيسيد ديارني سيقول النبي عليه السلام إرتك يكاد كمركو سوى يستاغي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ويستاغي على الباب الباب كاد كي سوى يستاغي مقل فلم يدخل مقل النبي عليه الصلاة والسلام فعرفت وحان قرتيتري في وجهي الكراهي الكراهة نعد نبي نعا يوحان أيان قرتيتري إنكار المنكر كا قولا وفعلا بوانقون كرا فعلا هاني وجهه وتطبيع إزبدل وسبيه أي أنك قرأت النبي إن كرزيه فقلت وحان ربيتر يا رسول الله أتوب إلى الله إلهي بأن أتوبت كيني وإلى رسولين وأن أتوبت كيني ماذا أذنبت بحان كدن بابي توبضا إلهي نوال الله توبت كينا أضوامها إلهي نوال الله توبت كينا وهذا وقف من هذا الدنب كقشو قفك دنب كقشو وإن أساقنا أصوى هويته أو ترى ونين ودنب هذا كقري يعفي إسامح وحاذي هو إنها ترى دوي إلهي سبحانه وتعالى أتوبت كينا تقول نقط إلا دنب إلهي وكو قبانا أيو نين كاسي كو حرنت هدو كو مارتي كو عفي مو أيو إلهي مكاس وكو قباني نعم ماذا أذنبت محن كدن بابي قول إلهي أنا كقري أذيك أنا آن سمعت هذه شرفت هذه يخيار لماذا هذه يا مكان هذه آن قرر يوم كل حي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حير ما بال هذه النمرق نبي محمد عليه السلام قول جيس سوي الرضا يا هرقدا يا باشر أساو صفت بركيما سوي الرضا له ما حيت قلت وحان اللي اشتريتها وصاقت لك على أنا كوسا قري درتها أذيك درتها أنا أذيك كفر إذا تو لقوا مع موسى أيام موسى قريبة لك إلي أدري لتقعد على يعني كفر إذا تو وتوسيد هذا سحر تنا كتير صوت لما بالله استعمالها سلك رسارته marka farisanaayso dirida iyo dhagax iska celiiso mar aad shaqilaysato oo barkataba taas aanu soo yibinaba allah faqaal rasuulullaah sallallahu alayhi wasallam inna ashaaba hadhihi suwar sawirada dadka oo saaxiibka yawm alqiyaamah inta qiyaabo yu'adhabuna wala adabaya fa yuqaal allahumma halu leeyahay ahayu ma khalaqtu soo idinka sawirada ma ina sameenaha wixii aad suureysan nafkariye taajis wiye tahaddi makari karan marka cadaabka la waadkeenaya وقال وحي إن البيت الذي فيه صور قرقة صور حديث وكياله وكجره لا تدخل الملائكة ملائكة ونعكس أنه مسوكش ملائكة الرحمن جيدة ونعكسنا ملائكة ربنا ملائكة أن حريصة إيو مسوكشوي تنكري هذه القوصة اللي كتبضة إيه مروا بكاء قريسي إيو وكل صعطة أما نفتك ها قارس لا تدخله الملائكة ملائكة ملائكة الرحمن مسوكشو سورة ملكة خطرتها سيليهين ويعملك الضرورة إيه حاجة إيو
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتم طاعم بها أم بها الأوغلية انقرار بابا وحكوس أبسان ساحب السلعة عديد كم حال لقفة إذي سنة قفك داعيقة منكرك مالك أول رئيسة إنو عديسية قرقيسة كالزولي وهو نقض قدوة للناس فيما يقوله وحوليه قدريرك هذه هي قرقة هذه هي منكر هي معاسية كديرته وحكا له شيء بجرته حكا قبل لو تاكا قبل لو قرقي سيبو نبيك النظيفين يا صلى الله عليه وآله وسلم قرقي سيبو نظيفين يا وقاجين يا وحكا له لقفها ما يا حديثك تجارة ذا شيء حرام رقيا هوين بكاها دوية هاي كصوري إنه حرام تلقى تجاريست سمعت إنه سور الله رقيا هوين بكاها حرام صدرت النبي عليه السلام وجيد مكاسين انتهي تشيحلي ولو كنت كجوي سمد حكجوي زي أي هذا النبي عليه الصلاة والسلام مركز دمبي هو قال هذي باب صاحب السلعة أحق بالصوم نكبر هذا إسكالة أي أحق مدن بالصوم إنه جرجرية أو شيء قيمها سلعة دي سيب هذا عايز إنه شيء أسأله حنا بدل هذا كان بايع عينا ترى أنت جالس ما مشتري قال ألعب ترى أي على الربع إنه سلعة دي سي شيء أو يرى أنت زكوا قضايا مركز هذا قال دي كرتا قدني يوحى دي كرتا تزكوا وضع حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الوارث عن أبي الطياح يزيد ويانا عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار وريرا صارت منك قيمة بدناوي هي بنو النجار ثامنون إلى قرقرتما يعني أخبروني ثمن حايدكم بكبرة ثامنوني بلعقت إيشا بحايدكم بيرتنا لكنا كبرسان حايد كم بير جيدت أعظم بيهت لكن حيارك لنا يكون حجران قبور المشركين يقول خراب وفيه خارق يقول خراب واسكو قدادة وإلا بحيبها يقول نأخذ الجيدة تيميرات يا قبور المشركين انت زي قومنات ان بلود بك هذا اقوم باسكاها مركز النبي عليه السلام حوي ثامنون اذن كان نقرب انا شيكت العقد سمعت مشترك دوك اسغله ايا لا ويدينا يا ولا ما قوي العقد له ما هو اها انت اغسي ادي من بلابس ادي واخ غدناي ادي انت اغسي ما بلابس سيده واد ويدين سم ما قوي يا بلاده ما قوي اسامه مركز شيغي انت اي تهي اول انت اسوي انا اغسي انا نبقى على سحب ثامنون الى غرغرت ان شيغا ثمنت يا العقد gorgoro ii sheeg weeyaan ayaduna waa banaantahay dhinaca kalena way banaantahay inaad ku bilowdo oo tirada alaabtaadi ma iska raha inta iga sii ayaduna faata mari wakii dhige nabi kaleey salaatu wasalaam jaabir ibn abdullah biinihi biwqiya wqiyada sii waku bilaa wqiyada sii ma artigaadan hal wqiyada iga sii afarta dirham ayaduna waa iska banaanta waa dhacda laakiin sida badan waxa weeyaan waa meeqay iyo wadii kartaa inta iga sii markaa ku bilaabmays baabu kam yujuzul khiyaru khiyarku inta ku banaay خيارك خيار البيع على يراهذو، علماء ذكر كان الله يعني إلى أفر بوقيبيان، مركي تفصيلنا يعني قال كون الله يكسر أروريان، الله ذا كسر أروريان وحوي خيار شرطي خيار مجلس، أنت لو وضع فديان، لو وضع قفل وحكلا جرت أي وضع فديان، مو بخيار بوليه إنه بيع يصير كل تكسيه يا هنا كلا نقضان خيار بوليين، هدي الشرطي ومتكون شرط يستوي يراهذو وحي وان كعقت إلا كزده بريبا صاها هنا يا وحي كذب بيانا، أديك بيع ونواس حي، لكن زده هذا بري جدوه هذا خيار ماله هنا صور نقضه أيضنا خيار شرطي بالي راهذا. صدق حين يتعين وعلمنا قارب قبته وشافعي له كميد يهين قارب قدو حيلي يهين أبحان فينا ما كميد قارب حيلي يهين وحمد داب ما بلهابا وحمد داب ما لها خيار شرديكو سيدا حوق بلنسة وحاوي صدق بري صدق برينا وحلقة سوقاتي بيع المصرات نعرف كهدين لقاحيو وكي نبي عليه السلام ليه شريف ومن اشترى نيكي سوقتا واركاين اي مصرات هاي ولقاحيي خيار بولي يا صدق بري برسولك عليه الصلاة والسلام حديثك منقذ من خيار انا ايمان دوانا لك الخيار ثلاثة ايام صدق بري بخيار لهذا هدي له خيار مركز صدح بريد هاسي قاتين انت بدلنا ترى سي وين عداي والنصوص فربضنا وكله اي ثلاثه ذو اعتبارك يا لتي مركز خيار شردي بالله خيار كلا جرو له خيار الحبل له الابت هذا قدتي وبيع ودعي سوق هذا ما كتبت تقول لي انا تكتب احاره الاب حبله انا تعبت ماشي ونينك كو يروا كسو غدي اي مغعي او شيغاي ما عانه بي ورتا ما عيب كلا كو طالبه جرتبه وسو علني سو حور الاب عيب سمي غدي يقبس كتاب كذا قد وبت الله سيو دخلوا كغون يايبه برتك وكله غاني وقدم بابا كم قنبه او ابر ابا تبا مسخانه بابا كو قرين اه عيبتا سو قبا اي قبسو وانا قريسه مركز انا قريسه وي خيار رؤيا جرتا او انت واحد كو كلا غلطان تلمان وحايا 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 وحا وحا سهدب انترنتي وحا لو كلا غتا شركاتي وا وينا با لا تعاملايا لعاب بنوته لو شوبايا او كفيل اه او لعقتي او كلا ترتيبيناي اه لبد قف الا لما قف انسا قون بو كلا غدانيس هذا إذا أمينان أما وكيل وحاجة كوجو قد بعتم له لكن هدي على أن أمين سنين وحاجة كفيل نقرة بنجي لعكت بنجي أكوش شبي مركي ألعاب تعيير هني كين توس سما إياه وصو صادرة أوكي وصادها وصادرة أيا وحاجة أصو بحدو كنا لعكت دراية أصناف إذا مركي ألعاب دي
ceeb baa soo baxday sida la yeeli tilmaantii aad tiri in samee waxaanin baad samaysay tilmaantii ma ahayn ayaa samaysay khiyaar ruya wixii aad markaad indhaha saartood aragto iska hubsato wixii isagaa haddii aadan ahayn dibbaa iska celinaysa xadaanaa sadaqatu akhbarana cabdulwahaab qaala samictu yaxya bnu saciid qaala samictu naafican can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiy sal allahu alayh wasalam qaal ina almutabaayicayna labada wax kala gadanaysa baayic iyo mushtari baa la dhahaa midna silcad iyo badeecadii buu hayaa midna lacagti buu hayaa labadaa wax kala gadan bilkhiyaari khiyaar buu mid walba leeyahay fii beeci ma beec oraas ay khiyaar ku leeyihiin inay kala tagaan oy kala noqdaan iyo inay wataan beecoodii maa lam yatafaraqa intayna kala tegin ay wada joogaan khiyaar bay leeyihin a waa wada joogaan ayagoo kala dhaqaaqin buu midkood wuxuu yihi beeciii soo celi khiyaar buu leeyahay waa in loo celiyaa aw yakuuna albaycu ama beecu uunan ahaanin khiyaaran khiyaar maalamtaasi ku cadfan tahay nafyiga ku cadfan tahay maalam yatafaraqa intayna kala tegin oo maxaa hadday kala tagaan hadday kala tagaan beecdi waa asaxay waa dhacay aw yakuuna aw maalam yakuun ilbeycu beecu hadduunan ahayn khiyaaran khiyaar hadduun ahayn maalam yakuun ilbeycu khiyaaran beecu hadduu khiyaar yahay khiyaarkaasaa laba macno leh mid waa khiyaaru imlaa ilbeyci labadan qof waxay dhaheen fulaanow beecii makaa gadanay haa ma ku qanacsan tahay hadda ma iska fiirisay haa waa iska fiiriyey khiyaar waxaad qaadatay inaad usoo noqonayn oo beecu isa ku tagsi anaga waan qaadan kusoo noqon mayna kusoo noqon mayna lagu kala saxiixday kaasaga waa la yidhaahdaa marka midka noocaas ah ee in beeci sidaa lagu kala tagsiiyaba lagu heshiiyey ayagoo wada jooga xataa ma soo noqon karaan a waa wada fadhinaa ee iisoo celi lagaa yeri mahay khiyaar kalaa jiro isagana maalam yakuun ilbey muxuu ahaa aw yakuuna albeycu lkhiyaaranta khiyaaru shardigii buu ishaaraya isaguna khiyaaru shardigii buu ishaari oo khiyaaru shardiga khiyaaru majliska ma baabi'iyo khiyaaru majlis ma baabi'iyo oo inta majliska lala fadhiyaad khiyaar leedahaydii waxaa laga soo reebi hadduu qofku shardi xidho oo yidhi saddex beri baan iska soo hubsanaya wixii isagaa waad kala tagteen oo badankiini waa kala tegey kala fogaantay soo maaha a hadhow ma dhihi kartid maalam yatafaraqa ma deliishan kartid leanno maalam yatafaraqaada waa khiyaaru majlis laakiin khiyaaru shardi baa aniga xidhay khiyaaru shardi baan xidhay khiyaaru shardiga aan xidhayna tafaruqii bilabdaari badankaan ku kala tagnay ma baabi'in karo ma baabi'in karo wixii baan kala tagnay yaan ta kugu soo noqdaa kuleeyahay saddexdii beri gudahoodii wixii baan ka noqday iga cesho yaa dhihi kartaa taas weya marka ina almutabaayicayn bilkhiyaar fii beecihima bay khiyaar leeyihiin maalam yatafaraqaa bay khiyaar leeyihiin intayna kala tegin aw yakuuna una ahaanin albeycu beycu khiyaaran khiyaar una ahaanin hadday kala tagaan khiyaar ma jiro khiyaar majlis baa meesha ku dhamaaday hadday ku heshiiyaan khiyaaru imlaa ilbeec beecin sidaa lagu tagsiiyana khiyaaru majliskii waxba kuu shafeeci mahayo wixii oo la wada fadhiyo ayaada ka noqon karin talabaad aw yakuuna fii khiyaarantan khiyaaru majliskii naftirkiisii oo baaba'ay oo lakala dhaqaaqay ayaa shardigiibaa haddana ku ogolanaya inaad kusoo laabato labadaba qaala naafic baa wuxuu yihi wakaana ibnu cumar wuxuu ahaa ida ashtaraa shay-an shay hadduu soo iibsado uu yucjibuhu jecel yahay faaraqa saaxiba saaxiibkii faaruq jiray cabdullahi ibnu cumar alaab fiican oo uu jecel yahay buu gatay lacagtii buu iska bixiyey badeecadii buu soo qaatay hadduu ka baqaayo inuu ninka kaga ceshado yar a war waan wixii ayla noqon weyday uu ka baqaayo si una uga ceshanin buu ka dhaqaaqay meesha khiyaaru shardi hadduuna jirin wey khiyaaru majliskii meeshaas ku baabi hadhow buu kasoo laaban soo alaabta watadeen marka waan kala tagnay buu leeyahy majliska hadaan ku kala tagnay uma soo noqon karti shardina maada shardisanin shardina maada shardisanin baabun wuxuu ku saabsan yahay lakiin masalada ayada cabdullahi ibn cumar ijtihaadkiisa wey radi allahu canhu waardaa cabdullahi ibn cumar baa ijtihaaday xataa waxaa soo aroray xadiid ah walaalkiis axadka walaalkii yuunan ka tegin isagoo ka baqaaya khashyata an yastaqiila isagoo ka baqaaya inuu ka soo ceshado yuuna maraq dhihin oo khiyaaru majliskii maaratay uuna baabi'inin taasa soo aroortay اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان لبدك وحكى لك ذنيسة بالخيار خيار بينيهن ما لم يتفرق انت إذا كنت تجيني وذا الجوغان نو أبو وحيز وكان نقون كرا خيار مجلس بلدها جمهور العلماء بانا قارت حنفية المالكية دي دولة حنفية آدي آد بمشتلنا يأوه التشددين وادي دين عيلين حديث كان ما قاضنا لأنه خالف القياس بليين عاصي الله مانايا وخبر الآحاد وحيالنا عن الله ماذا خيار مجلس قد يديهن لكن حديث ثابت في صحيحين يكون سوقي مجلس خيار مجلس إنه سوقي وزاد وحوز زيادي أحمد وأحمد حوز زيادي عن قال حدثنا بهز أيوري حدثنا بهز بهز كما بهز بن أسد وي بهز بن أسد قال وحيري قال همام حمام باو حويري فذكرت ذلك لأبي الطياح بن الشاقي يزيد فقال كنت مع أبي الخيل أبو الخيل
نينك اللي يراهدو اي قتادة وكاغو ورمي همامو وشيخ هذا قتادة نينك ورمي ابو الخير كا انا امي عيساها لما وقت يحدثه عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث مركو ورمي ابو الخير كاسي هذا الحديث حديث مركو ورمي انا امي عيساها مركو عواد كيون قتادة الروايض ابو الخير كورنايو ايو اد كيون نينك اللي يراهدو ابو الطياح يزيد بن حميد همام بان الله اد كيرايا حديث كاسكا اينو طريق خلانا ليه نعم طريقة سجاهنا وحوس لي أبو عوانة في صحيحه عن أبي جعفر الدارمي باب وحكوسة بسيهاي إذا لم يوقت الخيار هذون خيارك وح وقت أوصبين هل يجوز البيع بيع ما صحيا وح وقت أهله سمي خيار الشرط يا ولا سمي مجرد بيع مفولي هاو فلية هذا شرط بقى الله شرط سنين مجلس كده الوكالة تجي بيع وصحي وين فلية حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار بيريهم ما لم يتفرقا انت نكرتين هذيك الطلان كورن شرط رؤون الجرن جاز البيع بيع واسع وتغيب او يقول او انت ردهن احد ومتقول هذون ردهن لصاحبي صاحبك هذون كلهن اختر وتزوج مره ذا عمر متكيس لو يقف وجوجتي وحكى لك غدته هذون متكود لين اختر يعني عليه وحد دورته ان باع البيع بيع هنا تكسيسه او sida aan ku kala gadanay aan ku kala joogno daaro hadduu sida yaraad maxaa ka ratimi waxa ratimayso beec waa furay waa tagay majliska khiyaarkiisina waa baabay wax iyo laba joogo walaba fadhiyo yaa isku soo noqon karin laana wax ikhtar yaqtarto baatri ikhtarto waan doortay ma doortay beec inuu saa ku socdo haa hatta hadaan maana gaari wala saarantiin oo dibda ma kugu soo noqoto wixii ina soo ceshato ma soo ceshan kartid laana wada waxa doortay beec inuu sida ku dhamaado وربما قال وحد يقدر انه يجري او يكون بيع خيار ها بالخيار بينين البيعان بالخيار ما لم يتفرق انت لك لا تجين او يكون ورنا هان هناك ماشي اسي بيع خيار بيع الخيار ورنا هان بيع الخيار كاسي لبا سو غري خيار املاء البيع لو اخترت او سو غري خيار الشرط غري وا سو غليا لبا با سو غري لبا دو خيار مدرسك بي بابينايا او منا و هو كو بابينايا عدم العوده انا سو نكون كرين مدنا خيار المجلس كي او جراء مجلس كلا ولا فديو مجلس كي او لا ولا فديو ايادن سو نكون كرين وا اخترته من المجلس كلو كلا تغي ما لم يتفرق هذه اي دعى تفرق ودعي يا سو نكون كرتها ما حتى مد مجلس كي وا فديو او مو ها لا ولا فديو ان سو نكون كرين وا مد وهذا تراه اختر ورما دورته مسو نكون ما سو نكون ما وا كلا قرتين وا كلا صحتين اه سي هذا يدعوا خيار مجلس ما لم يتفرق انت هنا كلا تجين بس وصو نقون كرتانتي يا بابا ضيوس وصو نقون كرتان كل هذا بدورات عدم الرجوع صو نقول الآن هذا دورات مدى اللبات خيار المجلس كي هو بابا ولا كلا تجي يا صو نقون كرتان أوكي يكون بيع خيار أو شرط ليا خيار شرط بما يجرى مجلس كلو كلا تك ما لم يتفرق ما دي كرتي او حد محير ما لم يتفرق مجلس كي بوهاي خيار كلو كحب ما نجدي او خيار شرط لدو مددين ما كسلابت لبدا خيار ما مشى كجرت اوغو حديث لك اسرح الفاظ كلا روايون كلا جرى كفا فاسن مثل سنه هو سبح جرى ايا جرى باب البيعان بالخيار لبدا واخ كلا غدان خيار بيلي ما لم يتفرق انت كلا تجن وبي قال ابن عمر ساسوي وشريحا واقبا والشعبي واقبا وطاووس وعطاء وابن ابي مليك رقاص دنبا قبا اي مدعه الصحابه والتابعين اسكو دح جرى وحال وردنا يا حنافته او دي در خيار مجلسك حدثنا اسحاق ابن منصور البيعان اذا سوف فسر يا المتصاومان لبدا وكلا اسغورغورينيس كو دحايا لبدا اسغورغورينيس بالخيار بيدين ساسه كو فسر وا تاويل ادو فغوي حدثنا اسحاق بن منصور بالله جداي اخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا شعب بن حجاج قال حدثنا قتاده قال قتاده وحيل اخبرني عن صالح ابي الخيل عن عبد الله بن الحارث قال وحيل ابو الخيل كان صالح بلدا سبعت وحان مقرى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بروح كلا قدرنس بالخيار بيريهين ما لم يتفرق انت لك لتجد فإن صدقاها ديرون اسكو الشيغان لبضوا وبيناه اسكو عديان بوريك والله بركين اللهم لبضوا في بيعيما بيع ما بركين كان الابتي سيبو رونك الشيغي كان العقد اوضوك رونك الشيغي قيمها او الشيغي مركن قاركود وحاجد عقرت العقد اللي اسكو حرنت العقد بقول بقول كون اسكو حرن اما هل مليون اسكو حرن قرمات ترين على غيابها هيد هل مليون وين اسكو حرن aan dhici kartay wax ka maqayhi marka run haduu sheego fa in sadaqada dirun isku sheegaan wa bayana isku cadeeyaan buri kala ma loo barakeen fi baaciima wa in kanaba haday been isku sheegaan wa ka tama ay wax isku qariyaan muxaqad waxa la baabiyay barakato baaciima baacoodi barakisa la baabiraya
معني يبقى لقى قاضي النادي فأيدي بقى لقى قاضي هذه العقد كان هو قرية أو العقد أول دابية في اللي هو الاستعمال يبقى العقد مقشوشة والردية وقيمة بعد أول سنين يبقى ذنايا دولار فاجع أيوة أزجري ويراكن كل شيء إنه جريم بو أزجري كتمادي بيزجري كتمادي أي سوجريزة العقد المقار كان السيبي بنوك تقار وحال الشيء يا مهلا بنوك تقار خيامك وسمين العقد هذا كتجارة العقد فر قاضنا يان بقولك بكون مكرين بقولك بكون مكرين بقولك بكون مكرين آه هذا هو كل تقوى عكم مكان هل كي مغلي مكان كم مكان طبعاً كم مكان مرضون وكا وعاصم بعكرت حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايع على بدو حكرا قدر كل واحد متكستو منها بالخيار بوليه آه ما خيار كان إنك بدي على وطي الرسيد كقرقري ما مدوى بخيار بوليه على ساحبي بخيار كله هاي هدو بيع سيا كنت تكسين يا دو كسو عشنب انت مو خيارك شقينا يا ما لم يتفرق انت لك لتجين وانت ولا جوغان وي ما لين اذن هدي ولا جوغان خيارك ولي هدي بل دو ولا جوغان خيارك ولي وانا كان دقاقين الا بيع الخيار بيع الخيار موين او بيع الخيار هدو جيرو اجتماع اي ولا جوغا وحو كو ترمايو واك بيع الخيار كاسي اختر دوره يوان دورتي ها آه. وا ولا جوغنا يسو علم دي كرتي سو كان سخيلي ما oo tiri beeci ku soo noqon maayo oo heshiis isaga qortay ma oo balanta qaaday ceebna ma jirto oo ceeb baad dhacday ma dhigi kartid ha khiyaar shardi la sano ma joogso walu fasiraay labadaba walu fasiraay qala al musannif rahimahu allah baabu ruuxu ku saabsan yahay ida khayra haduma saahiba mid kood hadu saahibki khiyaar galiye bacda al bay'i markii beeci uu dhacay kadib ayuu yiri hebelow khiyaar qaado markaas uu yiri waan qaatay inaan soo noqonayni ma qaaratay ha faqad wajaba al bay'u بيع وواجبي ها آه. لازم ونفذ ولازم ونفري وحيل ولا فديه ما كمد ولا بابا صدح ذا خيار وين اتبد ولا ما يجسم مريسه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الرسول قال وحير اذا تبايع الرجلان وكذا المراتان وكذا الرجل والمراه واسك باب التغليب وي الرجل لبنن اما لبها وين اما نن يناك هدي وحكى لقطاب فكل واحد منهما مذ هو الباب الخيار بوليه ما لم يتفرق انت ولا الجولان بخيار ليين او وكانا جميعا وتوكيد وكانا جميعا انت انت ولا الجولان بسياد كيسي او ما سيخير احدهما ما لم يخير يكو عطبان ده نفيقاس او يخير او ما لم يخير انتون خيار قلينين احدهم متكال اخر متكال 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 هدون خيار قلينين مركة تفرق كوده الا كالتاقو لما دي قف اسكسو نقود كودي محاول استاقي كالتاق وكو لما اختيارك دورشادي اون سو نوقين او دورتي اه ايادنا واسدو كاري او يخير حدو ما تكون دون خيار جلينين الا خره ميد كاري او فتبايع على ذلك فان خير باش قدرت انا وحسك كير او يخير حدو ما الاخر اه متكون دون ميد كاري خيار جلينين فان خير حدو خيار جليو احد ما تكون الاخر ميد كاري او فتبايع على ذلك اساكو كلا قتان فقد وجب البيع وكاس بيع مكاس واجبه وسقناده وي وان تفرق هذيك لا تغان بعد ان يتبايعا انت كلا قتين كدب كلا تغين ولم يترك كما نقولين واحد منا منهما لوده كميدا البيع بيعي كما نقولين انت لو فديي فقد وجب البيع بيعي واجب وكو شيغايا اختيارك بيع ان سي لو تغسيه كو تفرق مجلس لو كلا تغين لبا لبد بخيار مجلس بابينايا صبرت خيار مجلس لبا بابينايا البو اما تبايعان بالخيار ما لم يتفق انت خيار بينين انت مجلس وكان في مجلس العقد مجلس العقد انت وفديها خيار بينين هذا لا شيء عندي لا شيء محيين التفرق بالابدان ان بينك لو كلا تقو لو قفا كلا تغين لا با ايوا ولا جو مركو هربا ان اي دهن اسكو سو لا بان ماينو باعني واسيدو نو نوو دحاي سبا غريس لبداس با وحي باب انايان خيار مجلس باب انايان خيار مجلسكي اي باب ان او اسكو سو نقد ملها خيار الشرط واسورا تفرق يو دحاي ولا كلا تغي ايي كو بنانتا ان سو نقد سمرد marka waa laba la soo noqon karin iyo mid la soo noqoni laba shay oo la soo noqon karin waa ka laba xaalad la soo noqon karin khiyaaru majliski haduu dhaco tafarruq wala kala tago waa kow tan labaad maxay tahay la soo noqon karin waan ogolaado beeci ku soo noqon maayo haduu qofku yiraahdo samarad marka la soo noqon karo walaa majliska walu kala tagay waa goorba khiyaaru shardi baad wuxuu ku saabsan yahay idaa kaana al baa'u bil khiyaar هذي بايع وخيار قاته هل يجوز البيع بيع ما صحيا إذا كان البايع بالخيار بايع هذا خيار لا يهي هل يجوز البيع بيع مثليا هل كان استفهام تروح أقرأ مصنفك قاربا وحي قبان
خيارك وحاول اسكله نينك المشترك نينك المشترك ايه وحصوا قدنايا يا علاقه لا تغي نينك ام با خيار اسكله اما بايع محوها العقد قاطي يا علاقه اسك ديبي كخيار مره وله اذا كان البايع بالخيار هذوب اسق مجلس كي فديو خيار مجلس كي وسورايو هل يجوز البيع بيعي مفر يا يا وسغن ما لو ديدي يجوز وقودا هل من من اجازه يعني وافري هل يجوز بيع بيع مساس كفري مس خيار بوله خيار بلهوي سدا مشترك او خيار المجلس ولا هي يو بايع ولا مشترك او هي خيار مجلس نيكا بدعه وتا العقد قاطه بدعه سي غداي واسو عشان كرا علامديس دول عقد ومارت سلوغه انت مجلس لا فديو نيكا العقد الشبيه بدعه سو قاطينا بدعه واسك سو عدين كرا العقد سو عشان كرا هدو بدعه سلوغه واساس معنا بايع المشتري. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بوح كلا قراتي كل قد لا بيع بينهما بيع لحظوظة فلي او سقنا لي ما بجره حتى يتفرغ اليك لتغير انت يفرديان بيع وبيع اسك محلقة وقتك استوالك العشن قرأ حتى يتفرغ اليك لتغير الا بيع الخيار بيع الخيار او ان تفرق هون استيقر بيع خيار خيار شردي تفرق يا كلاتجا ما أرستاي كروا على صوصنا قرا يا أما بيع الخيار كي كلا واسخمت حدثنا إسحاق ابن مسوق قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن همام ابن ابنها ما ابن يحيى ما همام بن يحيى الفيري حدثنا قتادة ابن دعامة عن أبي الخير وصوم الرسالح بن مريم بالله عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام قال وحير البيعان بالخيار بليه نبي وحكى لكارس سمرت لماذا يبغى خيار بالسي؟ أنتوا صدرينا مصنف قصص مشتري كله على مدين. لماذا يبغى خيار بليوي؟ حتى يتفرق إليك على تغيير. قال أمام محوير وجدت في كتابي كتاب قوي وحنكده حالي يختار ثلاثة مرار. صدح شرب وخيار يدورنا يا. صدح شرب ودورن. وهذا خيار وشرط ولد جيدا وصدح شر. وصدح مال موت. هذا ولد جيدا حق هذا الكنا. صدح شرب ولا وان دورتي وان دورتي. فين صدقها هذا رؤوس كشيعان أو بيانا إسكو عديان. بوليك اللهم في بيعيما والله بركين وإن كذبا هدي بين شيئان وكتما قريان فعصا وحديق كرت أن يربحا إني فائدان ربحا فائدو متك بين الشيئي هو فائدة حقا مقالك ويمحق أسي حقيقة وحوي وحبابا آية بركة بيعيهما بيعو ذي بركديس محا بيعيهما الليل متبا عرطة إيا خيامة اللي يميدي هدو متو بين شيئي كي كلا محا بيعيهما الليل على رجع إلى هدي اللبضبا يا يا أبو الخيل أبو الخليل أبو الخليل أبو الخليل خيلك صح ما أبو الخليل صالح بن أبي مريم أصوم الردرشر أنت أبو الخليل أبو الخليل أنت أبو الخليل عبد الله بن الحارث بكورنا يا حكيم بن حزاب طيب قلنا هذا فإن صدقا وبينا برك وكتما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بعضه بركة بيعيهما وشوم المعصية وعلى أجر تمرك قار لما وقف وحبيك لك تلميد واسك داعت مننا خيامه كياني ويها ساقا خيامه دا كده حجيري شومي ايه حمانتا كده حجيرتا كا ساقا وحو كياني يلا يا حرم الاسبابو شوم المحوها المعسية معسية شومي ايه حمانتا دو تتكو عميمي واكد ظهر الفزاد في البر والبحر بما كسب ايدي ناس بالي سوما حمانتا تتكا يسمينا ينقار كميدا كوي كلنا شو مجدي وأكون عيا أبار بأكون ذراد لا تقارو حيل إما هذا نسأل الله السلام العافية ساس وكلا ويان لا بدو قفوا حكلا جذا نسأل دميت خيام الله إما هذا ويا سيا لكلا جتي ما كستوا برا كلامي نقول نسأ قار ساس يكون فسيرين قارو حيرة ما هي نين كلي بد كتمان كي كذب كبنت يا قرنتا كاس الأولاد جيدا متكو هذا النقطة كنا ونقول كرا كنا ونقول كرا سادرت تبع وحال لي هاي ويمحق بركة بيعه ما لص ومذ وبه دسيد سؤال إما ذوي قال وحدثنا ما حدثنا أبو طيع يزيد أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث الحديث عن حكيم الحزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف باب إذا اشترى شيئا هذا الشيء ساقط. شيء مسيب سدي. فوهبه مركزه هبيهيبه في ساعة من ساعة إسلام ركبه. ننكي بوكاكتي كوكتاك نابي يرورها. قبل أن يتفرقا لا بد يحكى لك على تونك التجيب. لا بد يقف وحكى لك على تي. أو إسلام جوكته. أونك التجيب. ألعبتو نينك كاكتي وكوكلو فرتك ساري ركبه. ويرقاله. كورنا رنت أيضا بيع مدعية ما صحية هدو متكي ألعبت اللي يسوقت ورالي كويه أو حدا لقونا كق من بيع وصحية لكن هدو مجلس كأنت اللي جوجو يرا ما يلينا بيع يجيبها كسر نقضي ولا سعرنا يا
ولذلك سكوت كحديث كان أساس هذا عمر بك قاضنا إياه إذا بك قاضنا إياه ولم ينكر البايع على المشتري سمعت البخاري في قيسه مركب وقار ما قارته لما وقف أي وحكى قالت متكار هذا وحي ونكر سيسي بيع قارته صحيح وهذون إنكرين ولم ينكر البايع بايع بعضها ما ينكرين على المشتري إنك أنت كسر قتلا ودي سقف بس كسيه ما ينكرين وفيرنا إياه بيع واسع أو اشترى عبدا قف كي أدون سقطها فاعتقد إسلامك بحرية تحدثك وما يمانس لكن ولا يفهم هي ولا يفهم هي وقال داوس وحير في من يشتري سلعة قف كي بدع سقط على الرضا خذوك سقط نينك كسر قدرنا وكقر عي وكقر النقري ثم باعها مركز وسق السيبيا ونينك لو كقري وجبت له وواجبتي والربح له فإذا نسأس كله نين بدع لك كسر يبستي ألاوتك كسر قالت نينك كسر يبستي سي خدمات كسر قالت تجارة عن طرانيوي آه وأنا قبلاتي وحي ولا وريكتي قبلات كاسنا هاد شيء والبابا قبلات كيسوا ألعبت الله قدر أيو يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويجي أحد كنا كوا صاقته يونس سي بن إلهو كقبلات إلهو كقبلات قبلات شذو وحيون نقول إيسا شيء والبابا بحسبي شيء والبابا حالات دي سي عرف حالة يلقى قدرتك أيو نقول إيسا مثلا هذا يتعي ألعب أرس أو قدرتي قبلات شيء إذا لعقت أو سبتي يا ألعب تادو إن عتقو أرسطي ما هو قبلات ولا وريت ولا وتكان كيف سرحت عليه إن عبادو دقتي إيسو رتسية والقول رستي سقال سعبا قاري الجو كاني ألعبت الجو سو قادم الويل ما قال صانو قتاو حاد ألعبت وأما يبصدي وأنا قتاتي وأنا قبضاتي قولي بعد يبصدي أما بلاط بلاط سالو قبضاني انتي اللي قال ميركا اللي ما جين كرا التخلية كم وينو كله حبوا كنا كسوري ورح يستعجل أيه يكون نقنا ساعة إنه وحي لوري وقبضاتي مركا هدي اللي ما يقف انتي وح كلا قتان مركا كلا قتان كذب وكي سو قتة هذا إسكسي يبصدو وبنات لكن وقربا بعد القبض وين وحي لو وريق له هبل بالارتي لو وريق بلاد هبل بالو سو دحبحي غري هبل بالو سو دحتغي اه علامه هبل با اسكلو غار لو علاميه لو قرقري كركا لو قري اه علامه ساسوي تاسا وحال يرا قبض باليرا لانه وحال لا عربايا حديسا ليلي وايو خولي اا سو ايبستاي بدعها ا لو وريقي ويدو لعق ما لو وريقي سوق علابك عمكم هيسد لعق بعد مره بقوكم بسوق قال قشاي alaabad ku gaday alaabta ayay suuqa taaleed la wareegteed labada wareeg wariye lacagtu ma subtay alaabtaas aan ka gaday lacagtan qabso suuqi baa horo si gashay nin kale leeyshi sa waxa tiraa alaabta tukanka ay dhax fadhido ii taala oo wali labada wareeg lacag ma subtay 100 kun bay ahayd 120 kun baa alaabta dad laga la wareeg ku kale la si wareeg maanta marka waa lacag lagu gadaayo xaqiiqada marka laga fiiriyo laba lacagood oo isku jinsiya oo la kala badinayo way 100 kun bay taagnaadana 120 ribay noqonaysa ribay noqon wax laga arrayo mid daaway marka la soo wareegto ayaad xoolaha la soo wareegtay gadan kartaa ribax iyo faa'iido rabtana saaran kartaa laakiin xoolaha la soo wareegin lacag baa la wareegaysay faa'iido ayada oo riba la yiraahdo taas laga carraayo waxa uu qaan al-Humaydi wuxuu yiri Sheikh al-Bukhari Humaydi Abdullah ibn Zubayr qaal hadal Sufyan ibn Uyayna qaal hadal Amr ibn Dinar an ibn Umar radiyallahu anhu ma qaal kunna ma'a an-nabiy la jiri alayhi salatu wasalam fi safar safar fa kuntu wahanaha ala bakrin qaalin geelan sarabi sa'bin oo bayr qaba nufur وامد كأرض كبد جيل وارتي حولها إياه نفنا بحاجة رأى نوسد وانكر هذه مارت وحلا صارت أنا كعربو بس كعرية ويكير عبد الله بن عمرة رتيع سلا أبو كرك أبي بس كلا عمر بس كلا وافوله بك سول عر وسفر ريدي يدك سعد الله بن الله نافع على بكر سعد أو بيرقبة لعمر عمر أولي رضي الله عنه آه عمر بن الخطاب بس كلا أبيزوي فكان يغلبني آه ويقارب نقري رتيق ويا قالب نقضي ويات كادي انكري وين علم وين فيتقدم ويقع عمر مرة أمام القوم دتك ورتيس إلى هذا يا وين دتك بلا دافي فيزجروا عمر ويل كسب الله يا رتيق الله عرّي موته عمر بقر برد يزجروا عمر بعلنا ويرد وسوع لنا وحقص الضبالة يا أيضا كيو دتك سعودي ثم يتقدم هذا وارد ودافيا فيزجروا عمر بسوع لنا ويرد وسوع الله ويا وعنانا يا وسوع لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأمرك في ريحه لعمر بعنيه يا كم النبي قاعد يزوج له رب قاضن هذو مثل قاقل أهانا مثل وفي عمو نغن أبو ضلحة رضي الله عنه وارضاه فرس أولها وبطيئها يا أبينا من هذا كم إذا مدينة وقيلك يدي كعايم بليرو أيضا يا علي بلاي لك بقى عدو يبقى كحيرا نبقى عليه الصلاة والسلام فرس أكينا يسان أمها مسرج أو كوريسي وطا كما قاري كانوا فرس كان أبو الضحاب وكبة النبي عليه الصلاة والسلام صوص كان ليداه وحص الرين مركز النبي عليه السلام ماشي قيادة كيرزي يوم مركز مسكوش داي صور أيضا يحبق هذا
هذا يدل على شجاعتي صلى الله عليه وسلم جيسي نمدز وهبب ماشي بقلي أرادي بصوا بيقاقي وحي ورم بصوا أقمري وحي وحبابة كجيرين عرادة أو قيلس كي يدايتاي يسوق علي صحابة أمك ازديار رأي وبك يحول الديار صناعي أيو كسو نغري لن تراعو بير وعرققها وعبسيون صارك مجرته عبسانين بير كو طلبات فلسك بتعليقي وجدناه بحرا بير فلسك هذا وقيدين بطيقة هاي سعوك قامنا بط بلاد المدابير سوق بوضي سيارت جابر عبد الله رتيني سينا واكيدة سوى دقائق لو سوى قال النبي عليه السلام وشي وساو تبسيبه وانا قاطع مبارك صلى الله عليه واله وسلم بركات النبي كل كري ولايه يرد داينا نكون النبي عليه السلام كان تقول ديغه هينا لينا بو نقن من هينا او ولازم بو نقنايا عمر بو الله هذا وحو يري رتي ويل كديباي بيعني يغت قال وحو هو لك يا رسول الله ها ابا بسكله كان قدي ماي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوحو بيعني يغت عمر اسكو درو فباعه من رسول الله بو كان صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبو حجري هو لك يا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رتيك أبا بسكلي تصنع به كل سنة ما شئت وحررت هذا القلن هذا القلن هذا الوران وكوف عنانا وكوف عنانا مركب حال شاهد وحويان عمر كي نبي وحكي قتل لجوه ومجلس كي لجوه أي وحي ونبي قتل هدنه بي عبد الله بن عمر مركب هدو حجري ولم ينكر البايع سقوم دين بايع ما ينكر عبد عمر رضي الله عنه ما ينكر سكوت عمر يدل على الرضا إنه رادة كي يهبي تسيسا أو خيار مجلس أون القبين أو شاشة واحد رادة أون أو قلائن أون وكو فكرين أو باعي وساكي قتقي أيامك لقال فهم عمر أيامك لقال فهم رضي الله عنه وفقه البخاري رضي الله عنه قال عبد الله بخاري وقال الليث ليث شيخي سماها تعليق ويبركة وقال الليث حوير الليث بن سعد الفهمي حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن الشهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال بعت من أمير المؤمنين أمير المؤمنين كان سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه ما وحكى سوقتي ما لنا حوالها كسوقتي بالوادي ماشي وادي القرى لنا وطبق حقه وادي القرى ممكن نبي تبقى السعودية وصيم مري حقا وادي القرى حوالها وكلها بير بير عثمان بن عفان أياك كذبير بعت من أمير المؤمنين أمير المؤمنين عثمان بن عفان وحكى كذبير رضي الله عنهما ما لنا حوالها أياك كذبير بالوادي وادي القرى ماشى اللي يراه هذا حوله عن كلها أيام مارت كجذبير حوله وادي القرى وحاسكلا عبد الله بن عمر باسكلا محقود عفسلاه كوك جذي بمال حوله له عثمان أولها حوله عثمان أولها حقي جوجر بخيبرة خيبر بجوجر ومدينة عن كفوجين مركا وادي القرى أو تبوك كتالة أو شامة بارو كلها عبد الله بن عمر كان عثمان بن عفان كقضي وحو كو يقضي بارو عبد الله عثمان بن عفان كلها خيبر كلها ابو كقضي مركه مدينه لا جوغو خيبر هي ماشي اللي يرا واد القرى مدينه وحا اسو دو خيبر ما اسو دو خيبر ما اسو دو نينك بركه خيبر اسو دو وا كوم هدا عبد الله بن عمر نينك فغالينا وا كوم عثمان بن عفان الناس كو شيغي دورا طيب فلما تبايعنا ما كان كلا غدناي رجعت وحان رجعت وان لابتي على عقبي عربتيدا قال قال بلوس قبير غرغيسي كجيرين غرو عثمان بن عفان حتى خرجت من بيتي عثمان غرغيسي بان كبخاي بي خشته وحا كبقايا ان يرادني ان رسو عشد البيع بيعي ها بيعي ان رسو عشد كبقايا وان بخاي بي وكانت السنه محيرا وبخايا ولا جوجا وحي كان لهد خيار مجلس مركو خري وكانت السنه وحيت ان المتبايعين لو كلا غدانيسا بالخيار ان خيار لي انت فاضي ولا فديان حتى يتفرقا اليك كلا تغان كلا تجي بان سميسون ايغا نقنين قال عبد الله وحير فلما وجب بيعي سمارت مجلس كي بعد نوكل التجي شرط نوين سجل بيع واجبي فلما وجب بيعي مركو واجب اي واجبي وبيعه يبيعي سوق سجناري ونو البابيرت كلا وكلا وريجي رأيت وحان أركي بيري أني أنا وقد قبنته إن حقه وسري وان سري بير إن سري بان أركي وان فائدة إيو دافتا حق هذا إن أنا جاي شيء سببته حويان بأني أنا وسقته وان كحية عثمان إلى أرض ثمود أرض ثمود أو شام كنت الله إيه هلكا إيه واد القرى ماشي الوها راقي قوم صالح ثمود هلكي بان مارت بيرت إيه كنت الله وانكفر المدينة بثلاث الليالي سد حبين بان سي وليبير ما الله صعده وساقني أساقنا وحيوسو عليوسو كحي إلى المدينة حق المدينة ماكي بيرت إذا لقاها ضلايو بثلاث الليال بيرت إذا واد القرى ماكي لقاها صبحانا حق المدينة سد حبريوس وصعي بير مدينة مركز دلات كذا بخير بامد جوغا بير marka dhulkaygi iyo magaaladaydi madiina inta gala ya isku dhawaaday buule taas marka wuxuu ka hadlayaa on qiyaaru majliska iyo mas'alada ku saabsan ayuu ku cad yahay marka laga hadlayo ee hadda dhahirka baabki u baabaystay kuma bacada
وحاسة لقى فهمها يا حديثك بيان جواز بيع العين الغائبة على الصفة عين مقن إن لغوك لقدت الصفة يتلمان مدينة لو جواب قرقز لو جراء وربيرتين ما قرنا إذا ها يقضى محاكا قطا بيرتا جواز بيع العين بالعين لبع عين اللي سوقتنا ما بنانتا يضونا نيفك نيفك يقض ورديك راه لبع عينه بوسكا بوسكا يقيبي ورديك راه ربنا ما نقرنسو ربوياتك بكما جرتو ربوياتك بكما جرتو باو ما يكره وحل النعايا من الخداع في البيع خداع اي خيامة في البيع بيع قديس الاسخيامة كرهيوي بيع ما سيح بيع واسحايا هذه الشروط بيع كلالة هيلو وقفك وصار راد كل نقضاء اسكو ديبا مقالك كرهي وحي وقفك اركاء خيامة كلا سجرتو بيع واسح لكي وارنا وناك سنين إن الاسخيامة إن الاسخيامة أرن في عماه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك إن خيار شرط لله عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرجل النن يذكره وحالله شيء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع إن لخيامه يعني ذكر النبي وحالله شيء أن الرجل النن إن يخدع لخيامه في البيع بيعه نن بسوق له طوق له وهو الخيام ولا سري فقال وحوري إذا بايعت مساس لغوها ياها ولو برت سوق إذا برتي فقال وحوري إذا بايعت مركز حق غنيس فقل وحاتر هذا كور جيس غفك لا خلاف عليه خيامة مجرتو ده بالير حبان بن منقذ بالريش تري منقذ بن حيان لا بالير حبان بن منقذ يا راجحة حبان بن منقذ صحابي جليل ورضي الله عنه هو ماذا حلق الجاري مركز صود أن بعشرة تجارة قانون بعشرة الآن جوي كرنوها إل كيس بان بقول يمد عليه السلام وذاك وانا الدقوري حقو مسكح دي سير قاو عسى الجاري بيع المرء بوالله خيامة وخسارة جلبة قوستاي نبي الله بيع بك جوجي بالير أو حجر كوس حجر كوسامه حجر مركز النبي وحجر هيك عليه وعرى عليه مرك نبي الله وحكم الله يستمر سوقا من قرن أو كقول تقول يمسه أو كشغ يستا أي فريسين ولا خيامة لكن نبي عليه السلام وحجر الحال ترى ذا بيوري لا خلابة خيامة ما جرتايده لا بقى في رقم في سكوي مان أبيك على قرن أيان مركودي لا وحجر هيه هذا ما هي خيامة حقيقة ضبط هذا إيشن هذا خيامة تسوى كوس ونقن شرط راسه حرن إلى وقت عثمان بن عفان بقول يصد صلوا قاري عمر يس وذا جرب بقول جرب وهو قربه بقول جرب كذب صد صلوا كذا بقول يصد صلوا أيو قاري أنت صدنا قدنا هاي بيع الله بيع الصاقة تأول دنا دبل هم الشوال إلى والو خيامنا إلى ذبا وصار نقني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا البوح ولا هاي مغراتي بيجت النبي يقول لا خلاف عليه ها سوء على ربط وعشرة هاي بالله دون مغرام عيب أي جتوي هذه كلا لكن خيار الشرط لا لو قالوا سدح بريه خيار الشرط سد عبري يخيار شردية عب عطا ديما تسي ورق بستوى سعودين كرتا سعودين كرتا تاسا مكا وحالا يري ساد ايبالي طيب لا خلاب داسي ابن حزم رحمه الله تعالى الظاهري اساو حوليه هدو قفكو لا خلاب يري هذا او شرد النوع عاسي انتو حدو لا خلاب يري هذا انبال لو قلي هاي انوحي لا خيام الله سعودي لكن هدو يري هذا بدل كلا خلاب لا خديع يا لا قشة حيالها سكو هذي لا يري ماي لا خلاف وهدول بهم لا سعيل ماي الفادي اسكو معناها ابو كلا ساريا الا هو ظاهريه جمود كودي كميت رضي الله عنهم الله كره لنقده طيب لكن وحلال وردي وحكمده وحلال وردي نينكا اسغا عرب كوبا لا ابا لا خلاف بل هو غاي وحديث لا خياب لا خياب لانكي مقبا مقبا كرو لانكي مقبا كرو لا خياب ابو داي مركا لا خياب دي بابا لو غلاده لا غش يا لا خديعة رم حي ما حد يدي ذكرتها لا خلاف هذا كله كنت هاي من ذكر قاعدة جت قواعد فقه وحكم إذا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني سير العقودة ما قال هذا لا يوم معناها هي مقصد كاللوجي ده مقصدكم على هذا الفاضل يلا فقط كل هذا شيء خبر ما تمر هذا الله خلاف ماشي لا ترى هذا مثلا وريال خيامي ما تري أما حاتري أصبح له أفو أكورة كنا قايم يا أفو أكورة كنا قايم ما تري وزي نقايم ما تري مثل نعم إنجليزي قدر أفكس تبعاته وحاويان معناها لو جيداية لفظي اللي هو موجود سلاسة صح والله أعلم بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على محمد